بلغاريا تعلن قيامها ببناء سياج على حدودها مع تركيا يبلغ طوله 33 كيلومترا وبارتفاع 3 أمتار من أجل منع تسبب الهجرة غير القانونية. وزير الدفاع البلغاري أنجيل نايدينوف أشرف على تنظيم زيارة للصحفيين إلى منطقة السياج ليشرح لهم موقف بلاده نفيا أن يكون لمنع تسبب النازحين من الحروب والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط. في الظرف الحالي وبتشديد الرقابة البوليسية والعسكرية تراجع عدد المهاجرين غير القانونيين العابرين الحدود البلغارية بشكل ملموس. السياج سيقام بشكل رئيسي في المناطق الجبلية والغابية التي يصعب فيها على قوات الأمن البلغارية مراقبة الحدود بدقة حسب وزير الدفاع البلغاري. بلغاريا طلبت المساعدة من بروكسل لمواجهة تدفق الهجرة غير القانونية.